بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الحداشر من دورة تصميم الإضاءة. معاكم مهندس أشرف رمضان. النهاردة هنتكلم عن أجهزة الإنارة العامة. لو احنا بدأنا نبص في أجهزة الإنارة العامة هنبدأ نشوف في أجهزة داون لايت ذات العاكس أو داون لايت العاكس ذو التعليق المباشر على السقف. لو انت بصيت هنا أنا باجي على السقف مباشرة وبركب الداون لايت ذات العاكس، ده نوع من انواع الاناره العامه واللي بيظهر الكيرف بتاع الاناره الخاص بيها بالشكل اللي احنا شايفينه. في عندي جهاز الناشر اللي هو الكشاف اللي قدامنا ده، تمام، الملفوف ده عباره عن جهاز ناشر ملفوف، ده لمبات الفلورسنت بيبقى موجود في مواقف السيارات. في عندي جهاز الناشر الملفوف برضو بيونير السقف، ده جهاز الناشر الملفوف بيونير الارضيه وبينور الجدران وبينير السقف، ده الشكل الخاص بجهاز ناشر ملفوف، ده بينير في جميع الاتجاهات، ده من احد اجهزه الاناره العامه. في عندي جهاز الناشر اللي هو السفلي، ده لا ينير السقف، ده بينير الجدران وينير الارضيات. يبقى احنا هنا بنتكلم على أجهزة إنارة بصفة عامة. هنا في عندي داون لايت، داون لايت، داون لايت العاكس ذو التعليق المباشر على السقف. في عندي هنا جهاز ناشر ملفوف لمصابيح الفلورسنت، تمام، يستخدم في مواقف السيارات. في عندي جهاز ناشر ملفوف، تمام، ينير السقف زي النوع ده. في عندي جهاز ناشر سفلي لا ينير السقف. لو احنا بدأنا نشوف بعض أنواع الأجهزة اللي هي المتدلية، تمام، اللي موجوده عندي في التصميمات الكهربيه او في المواقع، هنا في عندي جهاز ينتج ضوء مباشره وضوء او ضوء مباشر وضوء غير مباشر وليه عاكس من الالومنيوم المصقول اللامع، الكلام ده اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، دي الاجهزه المتدليه، تمام، سسبندد، انا معلق هنا الكشاف في السقف. برضو نفس القصه هنا، جهاز متدلي له جسم من الخشب، خلي بالك من الانواع الديكوريه، تمام، برضو ده بيستخدم في الإنارة المباشرة. لو احنا بصينا هنا أجهزة الإنارة المباشرة وأجهزة للإنارة غير المباشرة وأجهزة إنارة مختلطة، الكلام ده خدناه في محاضرات سابقة. أجهزة إنارة مباشرة هنا في عندي الشكل الممثل للإنارة المباشرة، وفي إنارة غير مباشرة هو بينور السقف وبعد كده النور ده بينزل لتحت. في أجهزة إنارة مختلطة اللي هي مباشرة وغير مباشرة، يبقى أنا بنور الجزء اللي فوق بنور الجزء اللي تحت. طبعا اجهزه الاناره المباشره، تمام، قليله الطاقه، المزايا بتاعتها، المساوئ او العيوب، الظلال بتبقى عاليه، احتمال حدوث الوهج المنعكس عالي جدا. اما الاناره الغير مباشره المزايا بتاعتها انعدام الوهج في حاله اختيار المسافات بشكل صحيح والضوء بيبقى متجانس. اما عيوب الاناره الغير مباشره ان عدم وجود الظلال بيخلي المنظر كئيب شويه واستهلاك كبير للطاقه. الاناره المختلطه اللي هي المباشره والغير المباشره تجمع بين مزايا الاناره المباشره ومزايا الاناره الغير مباشره، والظل بيبقى معتدل، استخدام طاقه بيبقى اعلى شويه وده احد عيوبها. اجهزه الاناره الغير مباشره اللي هي دي، تمام، الغير مباشره يجب ان يكون لها انتشار عريض، يبقى انا بجيب كشاف يبقى الانتشار بتاعه عريض، تمام، حتى تخفف من تباين، احنا رجعنا للكونتراست تاني، من تباين نصوع وتزيد من تجانس الاناره. ده الانواع المتدليه او السسبندد اللي احنا شفنا ان الكشاف هنا متعلق في السقف، سواء كان الجهاز المتدلي ده الجسم بتاعه خشبي او الجسم عباره عن الومنيوم مصقول او ناعم. في عندي جهاز غاطس في الجدار لإنارة الأرضية، هنا أدي هو عندي ده الجدار، تمام، في إنارة الجدار الخاص بهذا السلم. في جهاز بيسموه الهاي بي يا شباب، ده يعني مهم جدا، الهاي بي ده الكلمة دي بنستخدمها في الارتفاعات العالية، أجهزة الهاي بي الإنارة المستخدمة في الارتفاعات العالية. في الأجهزة المعلقة على الجدار، تمام، بتبقى يا إما بتنور من ناحيتين زي الناحية دي والناحية دي، تمام، للإنارة المنتشرة تبقى لها، طبعا دي بتستخدم في إنارة وجه الإنسان بجانب المرآة، طبعا أدي المراية هنا أهي، أو أدي المراية هنا،
دي بيسموها الاجهزه المعلقه على الجدار. جهاز معلق على الجدار مباشره للاناره الغير المباشره، خلي بالك هنا السقف منور ازاي، في كشافات اناره غير مباشره، يعني الكشاف ده بينور لفوق اتجاه الاناره بتاعته لفوق، تمام؟ يبقى دي اناره غير مباشره، بنور السقف والنور اللي بينزل من السقف بينعكس بينزل على اناره المكان. في حاجه مهمه جدا يا شباب، في حاجه مهمه جدا، اجهزه السبوت لايت الغطسه في السقف، طبعا عشان الاناره المركزه بستخدمها في محلات الهدوم، اهي اهي اجهزه السبوت لايت الغطسه في السقف للاناره المركزه عشان اعمل فوكس على بعض الانارات. طبعا الحاجات اللي احنا بنركبها على السلايد ده او اللي بيسموها السكك، في نوع منها بيسموه سكك غطسه في السقف، سكك غطسه في السقف، بحيث يمكن تحريك اجهزه السبوت لايت على مسار السكك او على مسار السكه وازالتها ونقلها منها لسكه اخرى. يبقى انا هنا في عندي ده بيسموه ايه بره يا شباب؟ سكك، ده سكك، يبقى انا بقدر اتحكم في الكشاف اللي انا بعمل بيه فوكس، بحرك الكشاف واوجه الكشاف في الاتجاه بتاعي، ده بيسموه السكك يا شباب. في اجهزه سبوت لايت معلقه تمام على السكك وغطسه في السقف، ادي سكك اهي، في حاجات موجوده غطسه في السقف وفي حاجات متركبه على السكك. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا عن اجهزه الاناره العامه، وشفنا في اجهزه ذات نشر ملفوف زي اللي موجوده في مواقف السيارات، شفنا حاجات بتتركب على السقف مباشره، شفنا حاجات بيبقى ليها ناشر ملفوف بينير السقف، في حاجات لا تنير السقف جهاز ناشر سفلي. شفنا الانواع المختلفه لاجهزه الاناره المباشره والغير مباشره والمختلطه من الاجهزه المتدليه اللي هي متعلقه في الاسقف، شفنا جهاز غاطس في الجدار، وشفنا الهاي بي، كلمه مهمه جدا في علم الاناره الهاي بي، في اجهزه اناره غير مباشره وفي اجهزه اناره معلقه على الجدار زي الموجوده في الحمامات، وشفنا الداون لايت الموجود في السقف او السكك اللي بيركب عليها كشافات السبوت، وانا بقدر اتحكم في حركه الكشاف من على سكك، واقدر انقل الكشاف من سكك لاخرى، وبالتالي بقدر اعمل فوكس على المكان اللي انا عايزه بان انا بحرك الكشاف واغير من اتجاه الكشاف. وبالتالي احنا خلصنا المحاضره ال 11 الخاصه باجهزه الاناره العامه، ونشوفكم في محاضرات تانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.